السلام عليكم، انا جيت من مدينه فشاون، الاسم ديالي علي الجنيدي، جيت باش نشجع في هذه المباراه هذه، الوداد ضد الهلال. كنتمنى بان الوداد اللي تفوز ان شاء الله وتكون المباراه مزيانه. كنظن ان المباراه ما غاديش يجيو يتفرجوا غير الوداديين، بل غادي يجيو المغاربه كاملين من طنجه حتى القويره، قادرين ان شاء الله باش ندوزوا للنصف النهائي، لان احنا كما كتشوف عندنا لاعبين مع الوداد لعبوا في المونديال، يعني عندهم خبره كبيره مثل جبران عطيه الله. الوداد رابحه. الحمد لله والشكر لله بان شفنا فريق الوداد استعد بما فيه الكفايه، ولكن نظرا لهذا الجمهور اللي جاي من جميع المناطق المغربيه وكذلك الجمهور العربي والمسلم اللي حضر في هذه المقابله، غادي تكون ان شاء الله بحول الله مقابله شيقه، والفوز غادي يكون حليف فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله بحول الله. بغيتي تقول لي بان الفريق السعودي بانه عنده 8 ديال اللاعبين من الفريق الوطني، لكن احنا الحمد لله كمغاربه وامام هذا الجمهور العظيم غتكون نتيجه مرضيه جدا ان شاء الله بحول الله، لاننا اليوم كلنا وداديون. المباراه كيف ما قلتي مباراه صعيبه، يعني هما عندهم واحد ليفيكتيف لان يعني الاغلبيه كيلعب في المنتخب السعودي، ولكن حنا شيقين في اللعابه ديالنا، يعني حنا اللعابه عندنا حنا كيلعبوا بالنفس الزايده، كيلعبوا بلا غرينطا، هما ما عندهمش هذا الشيء وما عندهم الماديات. حنا اللعابه شيقين فيهم، يعني كيف ما كاينش مترجي، ما كاينش لا في، يعني اهم ليفيكتيف ما كاينينش، ولكن اللي غيدخل غادي يدير اللي عليه، اللي غيدخل راه تبارك الله راه كاين جمهور كيف ما كتشوفوا، راه اللي مخلي خدمتو اللي مخلي قرايتو راه اعداد كبيره، والحمد لله جمهور الوداد راه معترف به عالميا، يعني هما خايفين منا بسبب الجمهور ديالنا ابار اللعابه، كيبقى مترجي كيبقاو اللاعبين لا في كيبقاو لاعبين اللي مهمين، ولكن راه اللي يدخل غادي يدير اللي عليه، اللي يدخل خاصو يدير اللي عليه، الحمد لله حنا شيقين في اللعابه، الجمهور راه ورا الفرقه، يعني ان شاء الله اهم حاجه بعد يدوزوا هذا الماتش هذا، يعني كيف قلت لك واخا الهلال عندهم ليفيكتيف ولكن كيبقى الوداد راه كيبقى بطل افريقيا، الوداد راه كيبقى بطل افريقيا. والنتيجه تكون ان شاء الله ايجابيه ونربحوا، واللعابه يديروا لا غرينطا ويديروا مع عليهم، حتى حنا راه معاهم فيما مشاو راه نكونوا معاهم، اللي داروا حنا معاهم. احنا ما كنخافوا من شي فرقه كيف ما كانت، كبيره ولا صغيره، صغيره ما غنحقروش وكبيره ما غاديش نخافوا منها، كما كتشوف الاغلبيه ديال اللعابه كلهم كاينين في المنتخب، ولكن شنو اليوم غادي يتعلق كيف ما كان الحال، شنو غادي يتعلق، وكما كنقولوا ديما وداد فيما مشات غنتبعوها وغنربحوا ان شاء الله. التوقع ديال جوج زيرو ان شاء الله، كما قلتي قبيله على الدري اللعابه، حنا راه ماشي مشكل، اي لاعب دخل غيقضي، وتحيه للناس اللي جاوا من برا، الجاليه اللي جاوا من برا. هذا ان شاء الله اليوم من اسبانيا بغيت نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعدا السلام عليكم. اليوم ان شاء الله الوداد ان شاء الله اليوم باذن الله غنكونوا في نهارنا ان شاء الله، وامام الجمهور ديالنا غادي نحسموا اللقاء 90 دقيقه، واللاعبين عارفين المسؤوليه اللي عليهم، ولا المدرب واللاعبين راه وصلهم الميساج من عند الوينرز، وديما وداد. كنتمناو هذه المره يكون خير، يكون فيها الخير اليوم ان شاء الله. بالنسبه للفريق السعودي تا هو كيبقى فريق قوي، المهم حنا غنديروا اللي علينا، غنشجعوا اللعابه واللي فيها الخير هي اللي تكون ان شاء الله. دابا هاد المقابلات كاع ما تكونوا بحال المقابلات ديال البطوله، تكونوا محفزين رؤوسهم بهاد المقابلات بلا ما انت تحفز اللعابه، تكونوا هما ديجا محفزين. والمهم حنا كنتمناو ان شاء الله يكون الخير كاليفيكاسيون باي طريقه. هذا حنا اللعابه ديالنا تنثيقوا فيهم. الوداد ما تتبقاش على لعاب واحد، واخا يلعب المونديال ولا ما يلعبوش. وحنا باش معروفين علينا راه طونطا الاهلي في شهر 9 راه كلشي تيدول الاهلي، 11 المريه خسرات، حنا راه ما خسرنا والو دينا. والحمد لله بهذا الجمهور ديال الويناز راه ماشي العالم كله، راه الكره الارضيه كامله تتعشر بي سبحان الله العظيم. هي في الحقيقه مباراه نقولوا لها صعيبه شويه، ولكن بما انها هي في البلاد ديالنا وبحضور الجماهير ديالنا الحمد لله كنتمناو غيكون خير ان شاء الله. وهي كتبقى مباراه صعبه، يعني راه واخا في البلاد ديالك كذا كتشوف المنافس بان الاغلبيه ديال اللعابه ديالو كانوا كيلعبوا في المنتخب السعودي، و كيلعبوا الدوساري اللي مارك على الارجنتين بيش ديمبيلي ديالهم داك عزيز بيش ما بزاف. النتيجه ان شاء الله واحد الزهر لا واحد ان شاء الله، شوف الاهم هو ان شاء الله ندوزو والكاليفيكاسيون ان شاء الله. مباراة صعبة تنتظر الوداد الرياضي امام نظيره الهلال السعودي هنا بمركب مولاي عبد الله بالرباط. ابناء المهدي النفطي يعلمون جيدا صعوبة المباراة،
بينما الجماهير متفائلة كثيرا بفريقها. فكيف سيظهر رفاق يحيى عطية الله في هذا اللقاء؟ وهل سيتمكنون من المرور إلى نصف النهائي لمواجهة فلامينغو البرازيلي بملعب طنجة؟ كل هذا سنراه بعد نهاية مباراة اليوم.